وسهلا، المجلة كلها نورت. سوسن، سوسن. نعم يا أستاذ. روحي شوفي شغلك يا سوسن. حاضر يا أستاذ. أنت جاية لمين؟ للأستاذ حسان رئيس تحرير المجلة دي، هو صاحب الهلمة دي كلها. جاية للأستاذ حسان صاحب الهلمة دي كلها، رئيس التحرير. أنا صاحب الهلمة دي كلها، أنا رئيس التحرير. إيه، مش مصدقاني ولا إيه؟ وأنت تعرف رشاد بيه منين؟ أعرف رشاد بيه منين؟ هو مين اللي رشحك تروحي ترقصي في فرح بنت رشاد بيه؟ انت؟ وانا كمان اللي بعت له الفنانين والفنانات اللي غنوا ورقصوا في فرح بنته. ليه بقى ان شاء الله تكونش متعهد افراح واني ما نعرفش؟ لا لا متعهد افراح لا لا، ما اصل الناس اللي زي رشاد بيه دول محتاجين لحد يعمل لهم الخدمات الصغيره دي، واحنا طبعا بنخدمهم برموش عينينا. وانا اللي خليت رشاد بيه يخليكي تروحي له مكتبه. اشمعنى؟ علشان تعرفي قيمتي وتعرفي انا ممكن اخليكي تقعدي مع مين وفين. ياه، ده انت طلعت ميه من تحت تبن بير غويت واني ما نعرفوش. انت لسه شفتي حاجه؟ تشربي ايه؟ اي حاجة منك كويسة. شيرين تعالي حالا. ورشاد بيه قالك ايه؟ قال لي نيجي المجلة علشان تصورونا وتنزلوا صورنا في المجلة عندك. تحت امرك يا استاذ. خليهم يجيبوا 2 حلبة بالقرفة. حلبة بالقرفة؟ الحلبة والقرفة بيعملوا طاقة جبارة. اصورك وبس. ده انا هصورك وهعمل معاكي حوار ما حصلش، هنزله على 4 صفحات. حوار يعني ايه يا اخويا؟ حوار يعني اسالك وانت تجاوبي. اسالك اتعلمتي الرقص فين؟ تجاوبيني. اسالك مين القدوة بتاعتك في الرقص؟ تقوليلي. اسالك بتاكلي ايه؟ بتشربي ايه عشان تبقي بالجمال ده؟ تقولي لي. والنبي اني ما نعرفش نقول الكلام ده ولا لينا في الحاجات دي خالص. خلاص، انا اللي هسأل وانا اللي هجاوب. هخلي المصور يصورك فيلم بحاله، صور ما حصلتش. اما صورة الغلاف فدي هتبقى ببدلة من بدل الرأس بتوعك. يعني لا مؤاخذة في دي الكلمة، يعني انت بتعمل ده كله ليه؟ معجب. تقدري تقولي ان معجب بفنك
أصل أنا راجل طول عمري أحب الفن والفنانات، وإنتي فنانة ما حصلتش، وبتنبأ لك إنك هتبقي نجمة المستقبل. الله يكرم أصلك. ويا بخت من قدم السبت، وأنا بقى مش هقدم السبت وبس، لأ ده أنا هقدم السبت والحد والاتنين والتلات. خلاص الأسبوع خلص. خير يا عم راجل. خير ان شاء الله يا شمس. زبون قال لنا انك عاوزنا. ايوه سمير خطيبك كان عندنا النهارده الصبح. سمير؟ ايوه، وكان جاي يكلمنا في موضوع كده بخصوص، يعني انه عارف ان المرحوم والدك كان صاحبي وحبيبي وزي اخويا. موضوع ايه يا عم مراد؟ الحقيقه يا شمس، مرحوم والدك ما كانلوش غير رغبه واحده قبل ما يموت، يجوزك ويسطرك ويطمن عليكي. اساليناني يا بنتي. وكان كمان موصيني وصيه اظن جه الوقت عشان نقولها لك. وصيه ايه يا مراد؟ قال لي انه لو مات ما حدش يجوزك وحط ايده في ايد عريسك غيرنا. ده شرف لينا يا مراد. وقال لي كمان لو خطيب شمس سمير رجع بالسلامه نخليهم يتجوزوا على طول ان شاء الله تاني يوم بعد ما يموت. الله يرحمه. يمين الله يحاسبنا عليه. هو ده اللي حصل. ولما سمير رجع وكلمنا قلنا نقول لك على الوصيه. يعني ما رديتيش يا شمس. مش عارفين نقول لك ايه يا مراد. على العموم فكري واحسبيها. على فكره انا عرفت ان عمك فخري تعبان ورايق، واجب برضه تزوريه وتطمني عليه. اكيد اكيد. يلا يا استاذ الاكل جهز. الله 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 الله. ايه هفضل مستنيك كتير؟ مش كفايه زوغت من الطبيخ النهارده مع ان الدور كان عليك؟ ايه يا رياض مالك؟ انت من ساعة ما عرفت ان شمس هتتجوز وانت حالك اتقلب. انت كنت عارف انها مخطوبه وان مسير خطيبها يرجع ويتجوزوا، ولا كنت مستني انها تسيب خطيبها عشانك؟ خلاص يا عمنا خلاص. انا اسف معلش ما اقصدش. بقول لك ايه، تعالى نضرب كاسين سوا وانت تروق وتنعنش وتبقى فل الفل وتنسى الدنيا باللي فيها. كاسين ايه بس يا مكرم؟ لو سمحت ممكن تسيبني لوحدي؟ اسيبك ازاي بس؟ هو انا دلوقتي ليا شغلانه غيرك؟ رياض انا حاسس باللي انت فيه، وعارف كويس انت بتعاني من ايه، لكن ده حال الدنيا. مش كل اللي بنتمناه بنقدر نحققه يا صاحبي. اسالني انا. ايه اللي جابك؟ هي دي كلمة وحشتيني؟ ايه اني ما سألت عني من يوم ما شفتاني؟ ايه خالتي وخالتك واتفرقت الخالات؟ معلش اسلم، اصل كنت مشغول شوية. مشغول بمين؟ يكونش بصاحبك اللي لازالك زي الغيرة ليل ونهار؟ وطي صوتك. بقول لك ايه الدلعادي، شوف لك صرفة في صاحبك ده، مش البيت يبقى بيت ابونا والغرب يطردونا. قلت لك وطي صوتك. مساء الخير. اهلا مساء الخير يا رياض. ايه رايح فين؟ معلش انا خارج اتمشى شويه. انا ما تستنى رياض. عاجبك كده؟ اكيد سمعك. ما يسمع يا الدلعاج، اللي يكسب من بنت عمه ما يجيبش منها عيال. ولا هي حكايه صاحبك دي جات لك على التطبع عشان تشتكش نشفه ثانيه؟ مش عارفين نعمله ايه يما.
دماغنا هتشت من كتر التفكير. محدش هيقدر يغصبك على حاجة يا بنتي. وانت يا سامح ايه رأيك؟ والله اللي تشوفيه قبل ابوكي كان نفسه يفرح بيكي قبل ما يموت. كان دايما يقول لي انتي فرحته الكبيرة. والكلام اللي قاله لك عمك راضي انا شاهد عليه وسمعها بوداني، بس احنا ما رضيناش نقولهولك علشان نسيبوكي على راحتك. خلاص يوم احنا موافقين. يا عم عبده رياض بيه. اهلا. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك عم عبده؟ يا الف نهار نادي، دي السرايا نورت. ربنا يخليك. انت كنت فين يا رياض بيه؟ معلش يا عم عبده، غصب عني كنت مسافر شويه كده واهو اديني جيت. قول لي حصلت حاجه وانا غايب؟ حصلت حاجات كتير يا رياض بيه. والهانم مشيت كل اللي بيشتغلوا في السرايا، ما بقاش غيري. الله، طب وليه الهانم عملت كده ليه؟ الهانم قالت ما عادش تدفع اجور للشغالين في السرايا، وانا قلت لها انا مستعد اشتغل بلقمتي. الحمد لله على السلام. ايه اللي فكرك بينا دلوقتي؟ ازيك يا سوري؟ زي ما انت شايف كده، ما عندناش حد يجيب لابوك العيان كوبايه ماي. مبسوط؟ ازيك يا بابا؟ رياض. رياض يا ابني، انت يا ابني سبتنا ورحت فين؟ هل عليك ابوك العيان يا رياض؟ معلش يا بابا، حقك عليا، ما تزعلش مني. من هنا ورايح مش هسيب البيت تاني. قول لي بقى، انت خدت الدواء؟ مالوش لزوم يا ابني، انا نفسي اموت وارتاح. بعيد الشر يا بابا، ليه حضرتك بتقول كده؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر. قول لي، انت اتغديت؟ ماليش نفس لأي حاجة يا ابني. لا يا باشا، من هنا ورايح انا اللي هبقى مسؤول عن اكل حضرتك. على فكرة انا بقيت طباخ بريمو، اعمل لك اصناف واشكال هتعجبك. قول يا رياض. نعم. جيجي. جيجي فين؟ عرفتوا مكان اختك يا رياض؟ طمن يا بابا، ان شاء الله جيجي هتظهر واحنا هنطمن عليها. ازيك يا ماما؟ حضرتك عامله ايه؟ انا عرفت كل اللي حصل ومستغرب ليه حضرتك ما اتصلتيش بيا وقت الازمه. يلا يا حبيبي افطر كويس قبل ما تروح المدرسة. حاضر. صباح الخير يا شمس. صباح الخير يا ام. ايه يا بنتي اللي صحاكي بدري كده؟ ولا انت ليه بقى مصحيتنيش علشان احضر لكم الفطار؟ يوه يما، واحنا يعني على ايدينا نقش الحنة؟ طول ما احنا هنا محدش هيخدم سامح، ويخدمك يا ست الكل غير نحن. هتقطعي بيا والله بعد ما تتجوزي. واحنا هنروحوا فين يعني يما؟ طب ايه رايك بقى احنا هنقوله لسمير كل يوم نبقى نيجي البيت هنا؟ طب وهتسيبي الفيلا الكبيره يا ابله شمس؟ احنا
احنا عندنا بيتنا المحندق الصغنون ده احسن من 100 قصر و100 سرايا كمان. يا ولا يا ولا البيت بناسه مش باساسه. ايه ده؟ خير. مين اللي جاي لنا بدري كده؟ خير اللهم اجعله خير. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا منى. يا حبيبتي ازيك يا منى؟ اهلا يا ماما. ايه يا بنتي مالك؟ انت جايه بدري كده ليه وجايبه شنطتك معاكي؟ اوعي يا بنتي تكوني متخانقه مع جوزك. لا 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 اتخانقت مع محمود ولا حاجه. ازيك يا سامح؟ انا اصلي اتفقت مع محمود ان احنا نيجي نقعد معاكم الكام يوم الباقيين على فرح شمس عشان لو محتاجه اي حاجه او عايزه اي طلب نديه لها. يا حبيبتي يا منى بس ما كانلوش لزوم. ما تقوليش كده يا شمس، واحنا ننسى وقفتك معانا في جوازنا؟ ده انا لو عشت عمري كله اخدمك مش هقدر ارد جمايلك. جمايل ايه يا منى؟ اخسى عليكي، ده انت اختي حبيبتي. طب وشغلك يا بنت؟ وهو الشغل هيطير يا ماما، الشغل هيبقى اهم من اختي حبيبتي. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا منى. ما تيلا يا سامح عشان تلحق مدرستك. لا ما تسيبيه ياكل، ده بيفضل على لحم بطنه طول النهار في المدرسه. ولا انت مالك مبوس كده؟ لا مفيش. لا انا عارفه مالك، انت خايف لنرجع ناخد قطك. ما تقلقش احنا هننام هنا على الكنبه لغايه ما شمس تتجوز. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده يا منى؟ دي لو ما شالتكيش الارض هنشلوكي جوه عنينا. ومحمود اخباره ايه؟ ما جاش معاكي ليه؟ كويس، هو وصلني لغايه البيت وراح يشوف مصالحه. خلاص ماشي يا رياض. معلش غصب عني يا مكرم، ما اقدرش اسيب بابا وماما في الظروف اللي هما فيها دي. وانا ما اقدرش احوشك عنه، بس اعرف ان انا خلاص تعودت عليك. انا مش عارف هعيش ازاي من غيرك. انا مش عارف كمان اشكرك ازاي. بجد يا مكرم انت كنت نعم الاخ والصديق. بقولك ايه، اوعى اكون زعلتك في حاجه او قصرت معاك. عشان انت زعلتني ايه وقصرت ايه؟ يا ريت كل الناس تبقى في شهامتك وفي ركولتك. طب لو احتجت اي حاجه انا مش محتاج اقولك ان رقبتي سداده. ربنا يخليك يا رب. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا رب. يلا سلام. كان تعرضي فساتين العرايس. مش قوي كده يا عم، بعدين المفروض العريس ما يشوفش العروسه وهي فستان الفرح. شمس طول عمرها قمر 14، مالهاش زي. طبعا يا حماتي طالعه لك. شوفي يا روح قلبي، ايه رايك بقى في الطقم القماص ده؟ ده عشاني يا سمير؟ طبعا علشانك، وهيكون اجمل واجمل لو شفته عليك وانت لابساه. سيبك يا حماتي. حلو يا امي، يجنن يجنن. ايه رايك مدام سيزنتي؟ ايه رايك مدام سيزنتي؟ وهي دي محتاجه رايك، هياكل من رقبتها حته. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبتي. ربنا يا بنتي يسعدك ويعوض كل اللي راح منك يا حبيبتي. اديله 5 جنيه. 5 جنيه؟ حاسب. من قد ما انا دايما ست الكل، ربنا يزيدك كمان وكمان. خد يا اخوي. شكرا. هنروحوا فين تاني يا صفصة؟ يلا امشي وانت Thank you.
تفضلي قاعدة كده، الناس بتسأل عليكي بر. كان نفسنا أبويا يبقى معانا النهاردة ياما ويفرح بينا. يا بنتي فكري بقى في ليلتك يا حبيبتي. ألف مبروك. الله يبارك فيك ياما. أنا بقى الفرحة مش سايعاني، مش قادرين نصدقوا إن دلوقتي حنتك وبكرة فرحك وهتروحي بيت عدلك. عمر بيتي الجديد ياما ما ينسيني ابدا البيت اللي كبرنا وتربينا فيه. يا حبيبتي الست مننا ملهاش غير جوزها وبيت جوزها. يلا يا دنايا الناس مستنينك بره، هتفضلي قاعده كده اهو. يلا يا حبيبتي يلا يلا يا دنايا. يا ماسباتوري فينو الألب. نستر صوتك. افضلوا افضلوا تتصدوا. عايزين يموتوك ليه يا استاذ سمير؟ الحقيقه مش عارف، مش عارف يا حضرة الظابط. كويستا لادرو اتشمباتو انسترو سولدي سكابوتو دالايتاليا سيامو ترناتي بيور برونتو نوسترو سولدي. مش فاهم حاجه. باسبور باسبورتو باسابورتو باسابورتو. مات اخوك. انتوا من ايطاليا. طيب يا عبد الله وديهم للظابط النبطش يعمل لهم محضر، وهاتوا ناس من السفاره تترجم. انا ما اعرفش حاجه في الايطالي غير الكابتشينو. يا استاذ تقدر تروح كمان بطاقتك الشخصيه. شكرا قوي. يا ناقصه طلاينا. الظابط حبس الاثنين الخواجات لغايه بكره، وهيتصل الصبح بالسفاره عشان يبعت لهم واحد يترجم كلامهم. اصل هم بيقولوا ان هم طلاينا تقريبا. طلاينا؟ والطلاينا دول عاوزين يقتلوا سمير ليه؟ هي ايه الحكايه؟ والله احنا ما نعرفوش حاجة، ما حدش يعرف أي حاجة خالص. طب وسمير راح فين؟ راح الاسبيتاليا عشان متعور. أتاري شمس رجعت على ملا وشها ودخلت أوضتها وقافلة بابها على نفسها من ساعتها. أيوه حاضر. مساء الخير يا سامر. مساء النور. شمس موجودة؟ ايوه في اوضتها.
اتفضل. شمسانة، احنا مش عايزين نسمع منك غير حاجة واحدة بس، الحقيقة، ومن غير لف ولا دوران. وخلي بالك، اللي ممكن تخبيه عني دلوقتي بكرة اللي كانوا عاوزين يقتلوك هيعترفوا بيه. وانا هعترف لك بكل حاجة يا شمس. واحنا سامعينك. ان اول ما وصلت روما رجلي حفت وانا بدور على شغل وفلوسي خلصت. كنت بنام في اي مكان، في الشوارع، في الجناين، في محطات المترو، وخايف من البوليس يقبض عليا ويرحلوني على مصر. وانا في الظروف دي قابلت شاب طلياني عرض عليا شغل انا ما كانش ممكن طبعا ان ارفضها ابدا، لانها كانت الامل الوحيد بالنسبه لي، والا كان ممكن ساعتها ارجع مصر وتضيع كل احلامي. والشغلانه دي بقى كانت في كازينو قمار، مش كده؟ ايوه. وبعدين؟ هي كانت شغلانه بسيطه، كنت بجمع الفيش من على الترابيزات وهزعه، وفي غير وقت العمل كنت بلعب مع زمايلي ساعات، يعني تسليه، على سبيل التسليه. وبعدين كمل، انا سامعاك. كان في عيون بتراقبني، لما لقيوني شاطر في اللعب وبكسب دايما عرضوا عليا ان اشتغل معاهم. هما مين دول؟ المافيا. يعني يطلعوا ايه دول؟ في الاول ما كنتش اعرف هما مين، لكن بعد كده عرفت انهم بيديروا كل كازينوات القمار اللي في ايطاليا لحسابهم، ولما بيلاقوا واحد زي حالاتي حريف في اللعبه بيضموا ليهم وبيشتغل معاهم بس بنسبه. نسبه؟ ايوه، ما هم ليهم العابهم اللي يخلوا بيها اي حد من رجالتهم كسبان على طول. يعني غش وسرقه وقمار. وايه كمان يا استاذ سمير؟ اقسم لك كان غصب عني يا شمس، ما كانش ممكن ابدا اقول لهم لا، كان هيبقى الثمن غالي، كان ممكن يقتلوني لو اعترضت على اي حاجه ليهم من غير ما اي حد يحس. فبقيت من رجالتهم مش كده؟ وتجرت في ايه تاني يا سمير؟ قصدك ايه؟ ما هي الصور ما بتكذبش، الصور في ايدي اهي، الستات الحلوين اللي انت متصور معاهم، ما هي شروة الحرام بتجر بعضها وبتبقى شيلة واحدة. يا ترى تجرت في الستات الحلوين دول كمان يا سمير؟ انت بتقولي ايه؟ ان اخلاقي لا يمكن تسمح بحاجه زي دي ابدا. اخلاقك انت بالذات، اياك تتكلم عن الاخلاق. كيش يا شمس، كان ليا علاقات خاصه مع ستات هناك، لكن عمري ما اشتغلت بالتجاره اللي بتقول عليها دي. يا ترى بقى العلاقات الخاصه دي كانت من اي نوع؟ قصدك ايه؟ يعني ايه؟ كنت كل ما تعرف واحدة تقولها بحبك، قلبي عمره ما دق لحد غيرك، وتعشمها بالجواز، وانك مهما سافرت اخر الدنيا مش هتكون بعيد عنها لانك سايب قلبك معاها. قلت الكلام ده لكام واحدة يا سمير؟ ها؟ اتنين؟ تلاتة؟ عشرة؟ ولا ما كنتش بتعد؟ شمس أرجوكي بلاش تعذبي نفسك وتعذبيني معاكي بالشكل ده. ما تتكلمش عن العذاب، لأن محدش تعذب غير أنا.
أنا اللي تعذبت في غيابك، وأنا دلوقتي اللي بتعذب في رجوعك. أنا ندمان، ندمان على كل حاجة، وبعترف لك إني غلطت. غلطت. ويا ترى بقى الاتنين التلاينة دول كانوا جايين وراك لحد هنا ليه؟ وكانوا عايزين يقتلوك ليه؟ حاضر يا شمس، هكمل وهقول لك على كل حاجة. الناس دول يا شمس بهدلوني، رعبوني، زلوني، علشان كده في آخر عملية ليا معاهم كسبت مبلغ كبير قوي. حسيت إن المبلغ ده من حقي، أيوه من حقي. هربت، جبت الفلوس دي وجيت على مصر. ما تصورتش ابدا للحظه واحده انهم ممكن يجوا ورايا عشان ينتقموا مني وياخدوا فلوسهم. فلوسي يعني حتى رجوعك كان هروب؟ كنت هربان منهم؟ ما كانش رجوع عشاني انا، ما كانش رجوع للبني ادم اللي حبيته وخلصت لك وكانت بتحلم بيوم رجوعك. كنت راجع هربان يا سمير. يا خسارة يا سمير، يا خسارة. بحبك يا شمس، بحبك. وأرجوكي عايزين ننسى كل اللي فات ونبدأ النهاردة من جديد. هو اللي بيموت عمره بيصحى تاني. شمس، أنا بحبك، ولو ما كنتش لسه بحبك لغاية دلوقتي ما كنتش رجعت لك علشان نتجوز. رجالي عشان تضحك عليا تاني، تخدعني تاني وتستغفلني، تحكي حكاية الشاطر حسن وقصة الكفاح والفلوس الكتير اللي جمعتها من عرق جبينك. غصب عني يا شمس، أنا كنت مضطر أعمل كده. محدش بيتغصب على الحرام، محدش بيتغصب على الحرام يا سمير. وأنت لا يمكن، لا يمكن تكون اتغصبت عليه وأنت عايش تغرف منه سنين طويلة. يا شمس، ما تبقيش قاسية عليا بالشكل ده. أنا القاسية، أنا القاسية، حرام عليك. رجعت لنا بالفلوس الكتير عشان تساعدنا، جيب لنا الفيلا والعربية والهدوم الغالية والمجوهرات، وتعمل لنا فرح ما حصلش، اسكندرية كلها تتكلم عنه بفلوسك الحرام. بعت نفسك بالرخيص يا سمير، وجاي تشتريني بالثمن اللي بعت نفسك بيه. اقسم لك بحبك، وبعدين انا مش بحبك فعلا. انا معايا دلوقتي فلوس كتير اقدر اتجوز بيها. اتجوز بيها ست الستات، واحنا مش هنحشوك يا سمير. بس انا عايزك انت. ما تلمسنيش، لبستك بتحرقني. درجاتي دبلتك يا سمير، مع ان تمنها اللي اشتريتها لي بيه قبل ما تسافر كان بسيط، لكن كان اغلى عندي من كل الفلوس اللي انت راجع بيها دلوقتي. دبلتك خلاص ما عادتش تلزم، ومن النهارده من اللحظه دي ما عادش في اي حاجه تربطني بيك. انا عارف انك متضايقه دلوقتي ومجروحه مني كمان. همشي يا شمس، لكن انا عندي امل انك تراجع نفسك وتفكري في رايك ده تاني. دبلتك يا سمير. Thank you.
لو سمحت. مش عاوزين نشوفك تاني ابدا. انت ما غلطتش في حاجه يا سمير بيه؟ يا ريتك تقدر تقنعها بده يا محمود. سيب الحكايه دي عليا انا. شمس مش هتتجوز غيرك. دي تبقى مجنونه لو قالت لك لا. هي بس في حموتها يعني تلاقيها زعلت شويه كده، لكن بكره لما ترجع لمجاريها ما انت بكره ايه؟ ده انتوا فرح كل ليله وكل حاجه مترتبه. تعرف يا محمود لو ده حصل هيبقى لك عندي مكافاه كبيره قوي. اطمن يا سمير بيه، ان شاء الله هرجع لك باخبار حلوه جدا. ربنا يسمع منك. محمود امسك خد المبلغ. ايه دول يا سمير بيه؟ ابدا، ده مبلغ بسيط كده تحليه بق. اما حلاوتك الكبيره فهتاخدها بعد ما ترجع لي بالخبر الحلو اللي وعدتني بيه. ما تخلي يا راجل، مفيش بيناتنا الحاجات البسيطه دي يعني. حط الفلوس في جيبك يا محمود وبطل الشويه دول. المهم عندي دلوقتي انك ترجع لي بالرد وبسرعه. حمامه. السلام عليكم يا سمير بيه. توفيق يا محمود. الله يبارك فيك. متاخرش. تعمل ايه دلوقتي يا بابا؟ مش احسن؟ الحمد لله. حتى انت كمان يا بابا زعلان مني؟ هو في ايه؟ انا يعني كنت عملت ايه؟ ليه كده يا بابا؟ اي حد مكاني كان هيعمل اللي انا عملته اكتر. بعدين لما كنتش بحب شمس كان ايه اللي هيرجعني دلوقتي علشان اتجوزها؟ وانا شايف بصراحه بقى انها المفروض تحمد ربنا. تحمد ربنا عشان عايز تتجوزها بقرشك الحرام؟ انا ممكن بفلوسي دي اتجوز دلوقتي ست ستها، اتجوز اللي احسن منها الف مره. ومفيش حد هيتنك عليا ولا هيقول لي جبت فلوس دي ازاي ولا كسبتها منين. لكن انا يا بابا بحب شمس، بحبها هي ومفيش في قلبي غيرها. يبقى وفر على نفسك تعبك ومراسيلك. شمس خلاص يا ابني راحت منك ومش ممكن هترجع لك ابدا. اعقلي يا شمس وبلاش تهور. الحظ بيجي للواحدة مننا مرة واحدة في عمرها. سمير بيحبك ورايدك وشريكي
وعمرك ما هتلاقي عريس زيه ابدا. دي فرصه عمرك يا شمس، ما تضيعهاش منك. بعدين يعني هو الراجل كان عمل ايه يعني ولا عمل ايه؟ ما هو عمل زي المثل ما بيقول، ان رحت الروما اعمل زي اهلها، سيلوا بلدهم كده. يلا يلا بقى قومي كده عشان تتنصطي وتجهزي وتروحي للكوافير. يلا وتلبسي فستان فرحك وتفرحي ونفرحوا معاكي. كفايه بقى، سيبوني في حالي. بلاش شغل العيال ده بقى يا شمس. يعني كان قتل قتيل ولا قتل قتل، ما تتبطريش على النعمه بقى. ده عريس لقطه، لقطه جدا 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 جدا. قلت لكم كفايه، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. في ايه يا بنتي؟ مالك يا ضناي؟ انتوا عاوزين مني ايه؟ ها؟ احنا الحق علينا اللي خايفين على مصلحتك؟ مصلحتنا واحنا عارفينها كويس يا ست منى، لكن انتوا بقى مصلحتكم ايه؟ ها؟ عاوزين يتجوزوا ليه؟ عشان ينوبكم الحب جانب زي جوزك ما كان بيقولك في فيلة السمير، مش كده؟ انت بتقولي ايه يا شمس؟ انتوا فاكريني غبيه ولا مش فاهمه اللي بيجرى حوالينا؟ كفايه بقى يا منى كفايه، احنا استحملناكي كتير قوي كتير، لحد ما خلاص فاضبينا. يا خسارتك يا خسارتك يا اختي يا شقتي يا خسارتك. وانت يا سي محمود، يا ترى يا ترى قبضت كام من سمير بيه بتاعك ده عشان تيجي تقولي الكلمتين دول؟ ها؟ قبضنا؟ احنا قبضنا؟ احنا بتوع كده؟ مش عيب تقول لنا كلام زي ده يا شمس؟ الحق علينا اللي عايزين نعمله خير. ايه يا منى؟ جايبانا نتهزقوا ببيتكم ولا ايه؟ احنا الحق علينا، اللي جينا للعروس عشان نكون في خدمتها وقلبنا عليها، بس الغلطه هتتصلح حالا. من بعد اللي قلتيه من النهارده انت في سكه واحنا في سكه، لا انت اختي ولا نعرفك. يلا بينا يا محمود. استنى يمكن مش فاهمه نفهموها. قلت لك يلا بينا، لا يكون فيها طلاقي. الله الله، احنا قبضنا ايه؟ تقول لك قبضنا؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه لاختك ده يا شمس؟ الكلام اللي كان لازم تسمعه مننا من زمان يا اما، الكلام اللي فضلت كاتمه في قلبي كتير واحنا مش عايزين نصدقوه. انت ازاي تقول لاختك الكلام اللي انت قلته ده؟ من انت كنت خباص وبتنقي الكلام توقع بين اخواتك اللي مالكش غيرهم؟ كان لازم نفوق يا امه، كان لازم نفوق، كان لازم نبطلوا نضحك على نفسنا اكتر من كده. وطوعك قلبك تقول الكلام ده لاختك يا شمس؟ ما جه اليوم اللي هتعايريهم فيه على انت عملتي معاهم. انا يما، انا يما، انا يما. قبل شمس الشمس الشمس.